حصوا يا كابتن. احنا بص هو طبعا ما فيش شك ان موقف الاهلي والزمالك هيبقى صعب جدا جدا، لان اولا يعني ما فيش اعداد جيد لسه، اللعيبه بترجع للفورمه، مباريات وديه يا ترى هيلعبوا ايه المباريات الوديه القادمه. احنا عمالين نتكلم في دوري الممتاز وسايبين دوري الدرجه الثانيه والثالثه. ما هو الاهلي لما يبتدي دلوقتي عايز يلعب هيعمل ماتش ودي مع فرقه من درجه ثانيه او فرقه من درجه ثالثه يتدرج مش كده؟ الثانيه والثالثه مش عايزين يبداوا الدوري، الثانيه والثالثه هيرجعوا امتى؟ قال لك هي تجربه الدوري الممتاز، ثم بقى ان هم يفكروا بعد كده. مفيش كده، ان فاضل خمس جولات كده. هو مفيش كده، ده غير كده كمان مفيش كده، لازم اخد قراري مدروس كامل متكامل كابتن. ده حتى لان كله مرتبط ببعضه. انا لما دخلت اتحاد الكوره كان لسه الدرجه الثالثه هواه بيلعبوا مع لعيبه محترفه، كان الهوي يعني الهوي بيلعب مع المحترف، سمك لبن تمر هندي. غلط انت تعمل دوري المحترفين من اول الدرجه الرابعه لحد الدوري الممتاز كله يبقى محترف، لان هو ده اللي بيقول لك ايه، يقول لك هو احنا عندنا رابطه محترفين. طب بتدور على رابطه محترفين كابتن ناصر وانت لسه ما عندكش دوري درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه؟ اللي عملته كده يا كابتن، اذا كان الدوري الدرجه الثالثه 12 مجموعه. ايوه ما ايامكم كان 12 مجموعه في الدرجه الثالثه، ده في فرق بتبقى معديه كده بتحطها في الجدول يعني وتلعب. ما انت عايز يا ابني الافضل انك انت تزود عدد الفرق اللي تمارس. افضل فين؟ هو طلع إيه؟ هو انا طلعت. طب ما في فرق بناء على لائحه. طيب في فرق حتى في الدوري الممتاز، في فرق حتى في الدوري الممتاز بتطلع وتنزل ما بتحسش بيها، عشان ان اصلا غلط. ما غلط ليه؟ عشان ان انت مكتر الفرق. انت عارف لو معلل الفرق هتلاقي الدوري بتاعك مولع. ما عشان كده بقول لك يبقى 16 نادي. ايوه ما هو طيب. ده اللي احنا بنقوله بقى. ما انت بتقول لي هنجيب منين وقت منين؟ ما انا بقول لك استثنى الموسمين دول. احنا الفتره الصعبه دي لازم تعدي، وبعد كده يجي اتحاد الكوره المفروض اللي هو هينتخب. لا ده مشكله بتتصدر. ما هي مشكله اكيد، ده مشكله بتتصدر. وهو بقى القدرات الاداريه في الوقت ده هتبقى هي اللي تبان بقى. بس اقول لك على انت تيجي تليسها لي وتعكها وتيجي تقول لي قدراتك وريني قدراتك. انت يعني تيجي تصب السقف وتصبه غلط وتيجي تقول له معلش تعالى اقعد في العماره؟ لا اقعد ازاي والعماره والسقف هيقع على دماغي؟ انا مش فاهم انا. وبعد وبعد كده هنا كل واحد من الناس ما بتفتكرش غير ده، يقول لك انت فشلت. طيب انت فشلت، المفروض اللي قبلك خلينا